من قال إني زعلت عشان أرضى؟ أنا كنت ماخذ إجازة. لأنك زعلان يا عمي أنت منصور، أنت عندك مشكلة عاملك كموظف في البيت صح؟ مع أنك أنت اللي نقلت أسرار الشركة للبيت مو أنا. أنا؟ إي نعم، أنت اللي رحت وصلت لأبوك إن شركتنا قاعدة تخسر وإن في واحد مستقعدنا وقاعد يحاربنا. شكلك نسيت إني أصلاً كنت شاك في أبوي ورحت أسأله عشان أعرف من اللي وراها اللي قاعد يصير لنا. حلو حلو، عساك عرفت. منصور اسمعني، وأنا عمك خسارة زي الربح، إذا طلعت على حد ما تقدر تحلها. سوري يا فندم، ما كنتش أعرف إن حضرتك عندك اجتماع. لا عادي عادي، اجتماع عائلي. خلصت اللي قلت لك عليه؟ يا فندم، كل الحاجات اللي حضرتك طلبتها هتلاقيها موجودة في الملف ده. مشكورة، ما قصرتي. أنا هستأذن حضرتك إن الوقت اتأخر فأنا لازم أمشي. انتظريني مكتبك، لا تروحين، أنا بوصلك معي. مفيش داعي حضرتك تتعب نفسك، أنا كده كده طلبت تاكسي. سحر، إلغي التاكسي، طريق بيتك نفس طريق بيتي. شكرا يا فندم، بعد إذنك. ما شاء الله، أشوف ثقة زايدة. منصور خلاص كفاية شك، شفت منها؟ أنا أشوفها كويسة وقاعدة تخدمني. والحين بيتها جنب بيتنا صدق ولا لك طريق ثاني؟ منصور من الآخر، عندك شيء تبي تقوله ولا لا؟ أنا مين مرتاح لها ومن الآخر، أنا شاك فيها أنها عين ومسلطة علينا. من اللي بيسلطها علي؟ ترى بنتي اللي موظفتها. زين أجل، أنت وبنتك وثقوا فيها بكيفكم، أما أنا مستحيل أوثق فيها. زرت قبر أمك؟ شو حسيت لما زرته؟ حسيت إني أموت. كان القبر ناشف أكثر من روحي، سقيته، لكن لا القبر ارتوى ولا أنا ارتويت. حكيته؟ شو قلت له؟ لا كلام وايد،